عليكم. السلام. والله انا جمهور منور المرسى. اي ما اسمعي. مساء الخير. مساء النور. ايوه هيك ها. شفتوني بالله اي واسطي. السؤال لكم انتو انتو. شفتوني عواز صديقي عواز. يا عواز. عواصتي. لك يا جماعة حدا شافني عواز؟ أيوة. معقول نايم لهلا؟ لك هاي ما مش معناه يا عواز. سلاما قولا من رب الرحيم. شجرة الصنوبر وماشي فيها كراكوز. لا يكون صار لك شيء من وراء هالخطة. مشي مشي معي. أخذك على شيء مشفى لك. مشي. إيه ما صار لي شيء. نعم صغيرة. ما بينحكى فيها. لك شو فهمني. شو قصة هالحلم؟ يعني هو عيد الشجرة. ايوه ايه فهمت عليك. لكان كل عام وانت بخير. ويلا عاوز شي؟ لك وين 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 رحت؟ وين رايح؟ رايح كمل نوبتي. بلكي بشوفك بالحلم حامل لك شي شجرة وماشي فيها بنص دين عجقة سوق الحميدية. فعالية مقامة من قبل مديرية التراث الشعبي بوزارة الثقافة بالتعاون مع برنامج التراث الحي بالأمانة السورية للتنمية. طبعا رح تتضمن الفعالية عرض لخيال الظل بلسان كراكوز وعواز. رح يحكونا فيه عن أهمية الغطاء النباتي وأهمية الاهتمام بالبيئة وعن مناسبة عيد الشجرة. وقبل رح نحاول نعرف الأشخاص الموجودين على عنصر خيال الظل السوري وآلية تسجيله بمنظمة اليونسكو وكيف أنه هو صار مدرج على قوائم التراث الإنساني. الشكل رح يكون كراكوز وعواز بمضمون توعية من شأن الشجرة، مو بس لأنه عنصر خيال الظل تسجل على قوائم التراث الإنساني العالمي باليونسكو بال2018 كعنصر سوري، وبالتالي في عنا خطة صون وملزمين أنه نحن نشركه بالنشاطات والفعاليات، بس لأنه وقت شفنا أنه الشجرة مع خيال الظل هنن كتير متشابهين. مثل ما كانت الشجرة مرتبطة بعمق الطبيعة، وهي كانت إذا نرجع بالتاريخ السوري الشجرة كانت مقدسة عند السوريين، خيال الظل كان مرتبط بعمق المجتمع السوري واثنيناتهم بخطر. عرض خيال الظل يتضمن عن أهمية الشجرة وأهمية الأمن الأخضر والأمن الغذائي وأهمية أن نزرع ولا نقطع ولا نحرق، كم هو مهم لسوريا بأبناء الوطنيين الواعين أن يكون هناك حملات للتشجير وللتوعي لأهمية هذا اليوم. فعالية عيد الشجرة، دوري أنا الكركوزاتي اللي راح يقدموا حكاية عن عيد الشجرة واحتفالية عيد الشجرة وأهمية الأشجار والغطاء النباتي ضمن عرض مسرحي خيال الظل. معنا اليوم بشخصيات مشهورة كتير اللي هي كراكوز وعواز، طبعا راح يحكونا وراح نشوف سوا ان شاء الله يعجبكم العرض الرسالة اللي راح وصلوها عن طريق خيال الظل. طيب طيب خليني اشرح لك يا عواز. تفضل تفضل اشرح سيد كراكوز. ها الارض يا سيدي معتمدة على الغطاء النباتي يلي بتوفر اشجار، والاشجار يلي بتوفر الاكسجين، وهذا الشيء اللي بيخلق التوازن البيئي للكرة الارضية. مظبوط؟ طبعا مظبوط. ها بالتالي الاكسجين إلك ولغيرك يلي عم تتنفسوا. مظبوط؟ كمان مظبوط. ونترحم على كل مين زرع شجرة ونلعن على كل مين بيقطع شجرة وبيحرق غابة. والله قنعتني يا كراكوز. يلا يلا ثواني بغير وغسل وجاي معك. ما بطول. يلا 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 وانا سامعك يا عواض.